يا صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد اخواننا المسيحيين، عيد لمصر كلها، كل سنه وانتم طيبين ويا رب بالخير والبركه على طول. هنعمل النهارده وصفات حلوه علشان العيد. اول وصفه هعملها، هعمل رول الفراخ المحشي بالكفته. وصفه سهله وحلوه جدا وشكلها على السفره شيك جدا. المقادير بتاعتي ايه؟ هستعمل فرخه مخليه بس يكون جلدها موجود ومفتوحه من ظهرها، مخليه تماما من العظم. هستعمل لحمه مفرومه، بصله مبشوره، بقدونس وبهارات، جبنه مثلثات، كاتشب ومعلقه عسل وصويا صوص، ده في الاخر. اوكي، هاجي اعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه هجيب اللحمه المفرومه بتاعتي اهي، وهحط عليها البصله، وهحط عليها البقدونس، هحط ملح وفلفل، وادي الملح، وهحط شوية كاتشب. وابتدي اعجن الكفتة دي مع بعضها. اوكي، ادي البصلة تتعجن كويس قوي. هجيب الفراخ بقى بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. اطلبي من الراجل ان هو يخليها لك. بصوا، هي ادي الجلد عليها، هحطها الجلد لتحت، الجلد لتحت، هحط الجلد لتحت والفراخ اهي زي ما هي. هجيب بس بالسكينة الصغيرة، احاول لو في حتت عالية قوي في الصدر يعني كده، بس لو في حتة تخينة قوي هوسعها كده اهي. اوكي، وهنا نفس الكلام اهي، خلاص. ونفس الحكاية بالنسبة للورك، هبتدي بصوا عشان الوركين ما بيبقوش، ما بتبقاش حته واحده، فانا هبتدي الحشو. هشيل هنا العظمه دي اللي هي الزغننه الرفيعه دي، دي لازم تتشال عشان ما تطلعش لحد يعني. حاولي حتى بعد ما هو يخلي لازم اي حاجه ناشفه كده تتشال منها اهي. والناحيه الثانيه نفس الكلام، سكينه صغيره وليها بوز كده، وايه تقطعي اي حاجه ناشفه موجوده اهي كده علشان تبقى ناعمه معايا اهي. حاولي كده. هاجي بقى احط الكفتة بتاعتي اهي، بصوا اهو. هفردها فوق الفراخ بالظبط كده، وبعدين هجيب الجبنه المثلثات واروح حطاها عكس بعض اهي. اهي هكون مجهزه طبعا دوباره علشان لازم تتلف بالدوباره كويس. وبعدين اهي، علشان كده انا ابتديت بالحته اللي فيها فتحه علشان اعرف اقفلها، واضغط اضغط كده اهو، ادخل ده جوه وبعدين
اهي. اوكي بقفلها بقى بالدباره، هجيبها هنا بس جنب اهي، وابتدي بالدباره الفها علشان لازم طبعا اولا ما تتفتحش، تاني حاجه ما تكشش. وال اهو هلفها بالدباره علشان ابقى ضامنه مفيش حاجه هتطلع منها. الدباره دي موجوده في كل حته، اي حد بتاع ادوات مستلزمات البيت هتلاقي عنده الدباره اللي احنا بنعمل بيها اللحمه البارده. اهو ما بقى يعني ما بحطش كتير، وهوريكم في الاخر الحته دي. دي طبعا لازم وانا بقفلها تبقى كده اهي، علشان لو في اي فتحات هاخد بالي وانا بحمرها. هرجع لفه تاني. لما اجي بقى احطها في الطاسه اللي انا هحمرها بيها الاول، بحط الفتحه الاول هي اللي بحطها على الطاسه علشان تقفل، تبقى سيلد وتقفل. اوكي ادي الطاسه بتاعتي، هحط شويه زيت، بسم الله، شويه زيت. بصوا الفتحة اهي، الفتحة اهي، هحط الفتحة الاول، بسم الله اهي. وممكن تعمليها في صينية، يعني لو الطاسة مش كبيرة كفاية بحمرها داير ما يدور، واجهز الصينية اللي هدخلها فيها في الفرن. هي طبعا لازم تدخل الفرن علشان تستوي، التحمير ده مش كافي ان هي تستوي. هجهز ورق الزبده والفويل، وهجهز شويه ميه سخنه. انتوا لو خدتوا بالكم انا ما حطيتش اي حاجه على الفراخ، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه خالص. اهو بعد ما بحمرها عشان ما تنزلش ميه كتير وهي بتتحمر، بعد ما احمرها هرش عليها ملح وفلفل. هي مش محتاجه تتبيل. ليه؟ طبعا الفراخ بتبقي غسلاها وعاملاها بالخل وشايله الزفاره منها، ده اساسي، ده مش عايز كلام يعني. بعد كده انا عايزه طعم الفراخ نفسه يبان، مش عايزاها تبقى متبله والكفته متبله طعمهم يبقى زي بعض، لا انا عايزه يبقى في فرق في الطعم بين الفراخ وبين الكفته. اهي ممكن دي بخلة سنان نقفلها علشان ابتدت تتحمر من هنا، هوريها لك لما اطلعها لفوق. وهاجي هفرش ورقة زبدة في قعر الصينية عشان لو لا قدر الله لزقت مني اعرف اطلعها بسهولة ما تتفتتش معايا. المهم بصوا لو انا بحمرها هنطلع الخلصانه اللي متحمره ومحطوطه في الفرن علشان الوقت بتاعنا. انا هعمل لكم دي بس هخليها تحمر براحتها. بعد ما بحمرها واحطها هنا بيطلع عندي شكلها بالشكل ده اهي. هاجي في طبق، انا مش عايزه استعجل عليها
وما حمرهاش كويس اهي. بصوا اهي، هجيب في طبق عندي ادي الكاتشب، وادي الصويا صوص، وادي العسل. وبقلبهم دي اهو، هجيب بقلبهم اهو. يبقى صويا صوص والعسل والكاتشب، ما بحطش ولا ملح ولا فلفل ولا حاجه، لان العسل الصويا صوص حادقه هتعادلهولي. اوكي، وبالفرشه حد هنا حدينا من كل ناحية. دي بعد ما تطلع من الفرن خليني اشوف. اهي هي هنا محتاجة تحمير تاني اهو. وبعد ما دهنها كويس قوي لازم اقفل عليها شويه، يعني الفها بفويل واقفل عليها بشويه، علشان لما اجي اقطع الرول الفراخ ما تتفتتش، لازم ترتاح ما تتفتتش معايا. هلفها بفويل بس، ليه بقى؟ احنا قلنا الفويل بيتفاعل لما يتعرض لدرجات حراره، لكن هنا مفيش درجات حراره، فهلفها بفويل لوحده هو مش هيتفاعل معاها. يبقى هنلفها وهنسيبها تتقطع، هلفها اهي واسيبها على الاقل ساعة، ساعة ترتاح، ترتاح علشان لما اقطعها ده محتاج تحمير تاني هياخد وقت. بصوا انا هقول لكم، يعني هو محتاج انه يتحمر عن كده، خليه لغايه الجزء الثاني من الحلقه. خلينا نعمل المشروم احنا الرول غطيناه. لا خلاص احنا دخلنا الفرن. بصوا انا عشان الناس ما تتلخبطش هقول لك هنعمل ايه. خليني عشان ننجز اهو، بس كده هيتحمر اسهل بكثير، علشان على ما اعمل الشوربه يكون هو اتحمر كويس عشان الناس تفهم احنا حطيناه في الفرن ازاي.